السلام عليكم، مرحبا بك ابراهيم القاش معنا في هذا اللقاء هذا. ابراهيم، اولا تجربه جديده بعد ما لعبتي يعني مجموعه ديال الانديه، جيتي لفريق الراسينغ البيضاوي، شنو ممكن تقول لنا على هذا التعاقد والانتقال الجديد ديالك؟ صراحه التعاقد مع فريق الراسينغ الهدف ديالو هو انني نساعد اللاعبين بالتجربه ديالي ونساعد الفريق في القسم الوطني الثاني. فريق راسينغ فريق عنده تاريخ، لعبوا فيه لاعبين في المستوى الكبير، مشاو للمنتخب. الغرض ديالي هو انا كما قلت لك هو انني نساعد اللاعبين في التجربه ديالي، ونتمنى ان شاء الله بحول الله انني ننجح في هذه المهمه هذه، باش نخلي ابراهيم النقاش انه يكون اكزومبل لهاد اللاعبين هادو. ابراهيم، وصلتي لواحد زعما سنه متقدمه، ورغم ذلك نشوف ابراهيم باقي في الطيران، باقي كيلعب. شنو نصيحتك للناس وشنو السر ديالك في هاد زعما انك باقي كتلعب؟ سر النجاح يعني باين للناس اللي تيبغيو انهم يطولوا في الدومين ديال كرة القدم ولا بالرياضة بصفة عامة. يعني خصك تكون أول حاجة مسؤول، يعني هذه أول حاجة تكون مسؤول على راسك ومسؤول بالعمل اللي تتقوم به. تحافظ على اللياقة ديالك بالأكل، يعني اللي يكون اللي يستفد منه الذات ديالك، زائد النوم حتى هو مهم، انك تحافظ على انك تعود تنعس بكري، لان الكور ديالك تعطي واحد ليفور خاصو ضروري انه ياخذ الراحه ديالو. نتمنى من اللاعبين انه اللي بغاو يطولوا في الدومين ديال كره القدم انهم كما قلت لك يحافظوا على لونتوراج ديالهم، ويحافظوا على اللياقه ديالهم كما قلت لك بالاكل ولا بالنوم ولا بالتمارين، حتى انه ممكن يزيدوا حصص خارج التمارين ديالهم في الفريق، باش انهم دائما يكونوا في المستوى الكبير ان شاء الله بحول الله. ابراهيم، بما انك انت كنت من القاده ديال الوداد والاسم ديالك ارتبط بفريق الوداد الرياضي، كيف كتشوف الفريق هذا الموسم؟ ونتكلموا بالضبط على المدرب عادل رمزي، في اول تجربه ليه في الدوري المغربي مع فريق الوداد الرياضي، كيفاش كتشوف هذه التجربه بالضبط ديال عادل رمزي مع الوداد؟ ممكن هاد السنه ممكن كاين بزاف ديال المتغيرات في الفريق، يعني كاين اللاعبين جداد، كاين مدرب جديد، ممكن انهم غتزاد هاد السنه شويه صعيبه، ولكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى انهم ياخذوا التجربه ديالهم من اللاعبين اللي كانوا سيرتو اللاعبين اللي جاوا جداد، انهم بسرعه انهم يتانتيغراو في المنظومه، لان فريق الوداد فريق كبير وفريق الالقاب، عنده جماهير ما تصبرش انها خاصها ضروري تشوف الفريق ديالها تينافس على الالقاب. ممكن بعض اللاعبين اللي كما قلت لك عندهم تجربه وقدام في الفريق انهم يساعدوا اللاعبين الجداد، زائد المدرب انه يتجه للاعبين اللي كانوا في الفريق، ونتمنى كما قلت لك اليوم النجاح ان شاء الله هذه السنه، لان هذه السنه غتكون صعيبه، لان كاينين فرق حتى هما يعني مستعدين بكيفيه جيده. نتمنى ان فريق الوداد انه يفرح الجماهير ديالو ان شاء الله هذه السنه هذه. رسالة للجمهور ديال الوداد اللي انت عشتي معاهم سنوات وكيحترموك ابراهيم، وجه شي رسالة للجمهور ديال الوداد. والجمهور ديال الوداد يعني ما غتطلبش منه اكثر من داكشي اللي تيدير صراحة في الميدان ولا في المقابلة ولا خارج المقابلة ولا حتى التنقلات اللي تيدير من لا في داخل الوطن ولا خارج الوطن. يعني الجماهير اللي تتعشق الفريق ديالها وتتعطي واحد الابداع في المدرجات صراحه، و يعني الجمهور كبير
تتمنى اي لاعب انه يكون تحت التشجيعات ديالو. نتمنى ان الرساله اللي غنقدم لهم انهم يزيدوا يصبروا على هاد اللاعبين ويزيدوهم من الدعم باش انه ان شاء الله بحول الله يوصلوا للوبجيكتيف ديالهم ان شاء الله اللي هو انهم يكونوا دائما حاضرين في البوديوم. ابراهيم كاين الشقيق ديالك الاصغر اللي هو اكرم كيلعب فريق اتحاد التوارقه، شنو هي العلاقه ديال ابراهيم واكرم والنصائح وشنو يعني شنو انت كتقدم لاكرم خصوصا هو في السنوات الاخيره الاسم ديالو بدا كيبرز؟ ضروري ما تتوجه لاعبين اخرين، راه ما يمكنش ما توجهش الاخ ديالك الصغير، لان اكرم لاعب اللي تيتصنط تعرف ان عنده واحد المسار اللي طويل. يعني الدور ديالي هو انني نوجهه في الامور اللي خصو يكون فيها ونوجهه في الامور اللي خصو يبعد منها، ونتمنى ان شاء الله انه يزيد يبرز وينجح باش انه يوصل ان شاء الله للوبجيكتيف ديالو ان شاء الله ويحقق طموحات ديالو في المستقبل ان شاء الله بحول الله. براين اخر سؤال، واش نقدروا نقولوا ان اكرم غيكون هو اخر يعني اخر سلاله ديال النقاش اللي غتلعب كره القدم؟ وهاد الساعه اش نقول لك، دابا حاليا دابا اكرم النقاش يلعب مع توارقه. نتمنى ليه التوفيق ولما لا ان شاء الله نشوفوا الابناء ديالنا ان شاء الله الى حتى هما يتجهوا في هذا الدومين اننا نساعدوهم باش هما يزيدوا يحملوا الاسم ديال ابراهيم النقاش واسم ديال النقاش في كره القدم ان شاء الله.